أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا تبلغ مدحته القائلون ولا يؤدي حقه المجتهدون ولا يحصي نعماءه العدون. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخر ميدان أرضه. ثم صلاة وسلام دائميين أبديين سرمديين على صاحب الرسالة القولية والمعجزة اللفظية، قارئ القرآن بلا ورقة، مستعيذا بالذي خلق من شر غاسق إذا وقب، معلمنا الأول وقائدنا الأمثل، البشير النذير والسراج المنير، القمر الزاهر والعلم الزاخر والدر الطاهر، المحمود الأحمد سيدنا ونبينا الخاتم الأمجد المصطفى أبو الزهراء محمد. بداية نعزي صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام والأمة الإسلامية جمعاء بذكرى استشهاد الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء عليها السلام، وكذلك باب الحوائج أم البنين، أرواحنا لتراب أقدامهم الفداء. الحضور الكرام، مع حفظ الألقاب والمقامات، أهديكم سلامي بصدق كلامي وأحييكم بأرقى التحايا وأعذبها وأثني لقدومكم المبارك هذا، فحللتم أهلا ووطأتم سهلا، وأهلا ومرحبا بكم إلى رحاب جلالة هذا المساء الذي نلتقي فيه على طريق القرآن الكريم. أحبتي الحضور، الجمع القرآني المبارك، أحييكم بالتحية أهل الجنة يوم يلقون السلام، فسلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وأحياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذا المحفل القرآني المبارك. ضمن سلسلة محافل عشرة الفجر القرآنية الذي تقيمه رابطة القرآنيين في كركوك التابعة إلى اتحاد الروابط والتجمعات القرآنية في العراق، إذن أيها الأحبة سنبدأ إن شاء الله تعالى مع أولى تلاوات المباركات مع القارئ مصطفى خالد، فلنستقبله إلى المنصة بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟
إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد (clears throat)
وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا
قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام
ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله
مسجد إمام علي مصلاه يغشتخ كوكبة من قارئ قراء القرآن Cumhuriyet İslamiyede müşarek var idi. Bizim güzel Irak'ın içinden Kürk'ten müşarek var idi. Tamam hamımız bildik. Kur'an nak her harda olsa Kur'an nurdu bizimki. Ve inşallah biz her mesajcilerimizden Hazreti ve İstarık'ta bir böyle mahafiller kurusun ve tecih olunsun. Kıraatil Kur'an ve teallümül Kur'an. Ve inşallah Allah sizi de bizi de hamımız da muvaffak etsin bir böyle mecalis derdi. Gerçekten bugün İmam Ali Hüseyiniyesi'nde yaşadığımız bu saatler çok iman dolu ve Kur'an dolu bir akşamydı. Bu saatler bizim içimizi, kalbimizi çok istirahat ettirdi. Dünyanın kahrını omuzlarımızdan kaldırdı. Bunu yapan bütün arkadaşlara burada saygıyla diyelim inşallah Allah o dünyada bunların ecrini ve hasenatını bütününü alırlar. Bu yapılan iş bütün şehitlerimizin uğrunaydı. Özellikle de başta gelen zafer şehidi, Daesh üzerine zafer kazanan şehit düşenler Ebu Mahdi el-Muhendis'ten konağı Süleymaniye. Temenni ederiz her zaman bu faaliyetler devam etsin. Ve Kur'an'ın okumasını, münasebetlerini, şairini yaratmak ve yaşatırmak. Diyorduk her vakit Kur'an-ı Kerim bizde ihyadır. Bu Kur'an'ın da ihyası inşallah bu şuhadanın kanıydı. Yani önce biz şuhadanın kanı var. İnşallah Kur'an-ı Kerim ihyadır bizde. Bu biz hazırladık bu mahfeller her vakit daha tatavur etsin, daha bir güzel bir şeyde çıksın diye. Yani bu tamam çok güzeldi. Ve biz çok teşekkür ederiz Şeyh Mustafa'dan ya Şeyh Ali Cuma'dan. Ama biz istedik her ayda böyle bir mahfel olsun. Yani bizim çok insanlarımız indi böyle şeylerden gafildi yani okumakta şeyde. Ve şimdi bizim gözler mesela misafirler geldiler bizim Cumhuriyet İslamiye'den geldiler. Bizim dahil Irak'tan geldiler. Bizim öz okçularımız var. Yani hamdolsun güzel bir şeydi. Biz gelen günlerde de inşallah yani hac ederek daha bir güzel bir şeyden çıksın. Elhamdülillah ellezî bizi muvaffak etti bu meclisi kurak. Meclis Kur'ani, meclis ayatillah, meclis her güzel sözler Kur'an'dadır. Her şirin tatlar Kur'an'dadır. Kur'an'a baksak hakikaten biz halava Kur'an'dadır, bereket Kur'an'dadır, ata Kur'an'dadır. Şefa Kur'an'dadır. Kalbe şefa, ruha şefa, vücuda şefa. İnsan isterse hakikaten Kur'an olsun, Kur'an olsun. Görse bütün hayatını insan edebilir, saadet olsun. Ki Kur'an bize beyan eder dedi. İnne ahsaynahu fi ima, kulle şeyin fi imamin mubin. Kur'an'da her şey var. Her mücevherat Kur'an'da var. Her güzel güzel şeyler Kur'an'da var. ولكن biz لعل بعسكر çıkarda bilmiyoruz, tapmırız. Çünkü illet bizler Kur'an'da diyor ki. Ve biz bu meclisler Kur'an'da istirik diyelim millete, ey millet, size bir kitabiyiz var. Allah dirra ve enzelne hâzel Kur'an ala cebenin le râeytehu khâşi'an mutesaddi'a min khâşetillah. Nece bir kitabdı bu eğer dağ başta enseydi dâhi başları titremeğe. Nece bir Kur'an'dı bu, nece bir kitabdı bu. Dir la raybe fîhî huden lil muttakîn. Nece bir azim kitabdı. Ama gerek biz de vakıan öz özümüze azamet verek bu Kur'an'la.